لحظة، هذا اللي في الصورة هو ملك اللؤلؤ، قصته عجيبة. الياباني ميكوموتو كويتشي انولد سنة 1858 في عائلة فقيرة، وكان أكبر إخوته. اشتغل في مطعمه لبيع الرز، مطبخه وبيبيعه، وكان يغطس عشان يجمع اللؤلؤ. وبعد فترة تزوج من فتاة من عائلة غنية، زوجته وافقت انها تعيش في مستوى المعيشة لزوجها، وحتى كانت تساعده في بيع الرز. مرة من المرات صديق له حكى له كيف اللؤلؤ بتكون، وان القصة كلها عبارة عن انه المحارة بتحمي حالها من شيء دخيل عليها بتغطي طبقة من الجير. هذا الكلام عاد علق في راسه، وبدأ يجرب يدخل شغلات في المحارة في محاولة انها تعمل لؤلؤ، وانشغل بهالموضوع وسماه زراعة اللؤلؤ. في اول محاولة جاب مجموعة من المحار، حط في بعضهم رمل وبعضهم زجاج، وحطهم في قفص في البحر، ورجع لهم بعد سنتين وما لقى شيء. عاد المحاولة، وهالمرة بتكلم عن 10,000 قوقعة. هبت عاصفة وغرقت كل المحارات وضاع. حاول مرة ثانية وإجا تيار أحمر مليان طفيليات، وبسببهم انقطع الأكسجين عن القواقع وماتوا. هلأ هو بدأ يحس إنه الموضوع شبه مستحيل، إذا ما كان مستحيل. هاي التجارب استمرت لمدة 15 سنة بدون توقف. بعدها وصل لبعض المعلومات عن البحار، مثلا درجة الحرارة المثالية اللي بيعيش فيها، كم أكبر عدد بيقدر يحطه في قفص عشان ما يموتوا من الجوع. مع انه الناس بدأوا يفكروا ويشكوا انه هذا الشخص مجنون، وانه قاعد بس بيضيع وقته، والشخص الوحيد اللي وقف معاه فقد زوجته. بعدين قرر انه ياخد قوقعة يفتحها ويدرس شو اللي بيصير فيها. لقى انه لازم يحط الجسم الغريب في مكان معين، ولازم يأذي القوقعة عشان تلتهب وتفرز المادة الجيرية عشان تعزل الجسم الغريب وتحمي نفسها. فبعدها زرع 5,000 قوقعة جديدة وحكى هاي المرة إذا ما بتضبط أنا حرجع لبيع الرز وأعتذر من الكل وأحكي أنا غلطة. زوجته راحت من وراء وفتحت قوقعة، وكانت المفاجأة أول لؤلؤة في شركة ميكوموتو. هلأ بصراحة الفرحة ما كملت، لأنه اللؤلؤة طلعت شبه كروية، مش كروية زي اللؤلؤ اللي إحنا بنعرف. فهذا الشيء خلاه يبدأ يبحث عن السبب ويحاول يلاقي له حل، وفعلا لقى الحل. الرملة أو الجسم الغريب أو شو ما بدك تسميه لازم ينحط بين كبد ومعدة المحار عشان يطلع لك لؤلؤ كروي. وبعدها عرف كم لازم يكون طول الحبل اللي حيمسك القفص، وإن تعبان البحر والأخطبوط هم أشد أعداء المحار، وإنه لازم يحميهم منه، وإنه لو حط بذرتين أو 3 بذور في المحارة هذا حيزيد الإنتاج، وممكن يصير عنده لؤلؤتين 2 أو 3، فبيزيد عدد اللؤلؤ في نفس الوقت وبنفس عدد المحارات. وإنه كل ما زادت مدة البذرة في المحارة كل ما كانت اللؤلؤة أكبر، وانه القواقع المريضة بتطلع لؤلؤ اجمل. وكمان وصل لمرحلة انه بيقدر يتحكم بلون اللؤلؤة نفسها. وبهيك ميكوموتو تجارته كبرت، تأجر سفينة وصار عنده جزيرة وناس بيشتغلوا عنده بغوص ويجيبوا له القواقع. ميكوموتو انولد فقير بس مات مليونير، وكان لقبه ملك اللؤلؤ.